شايفين فتة السجقات وفت سلطة الراس، وهي السجقات ما شاء الله عليها تبارك الله، جابوها عم تندموا. اليوم أكلتنا سجقات مع الراس. يسعد لي اوقاتكم متابعين، يعطيكم الصحة والعافية. بدي اسوي لكم اكل السجقات، وعندي 3 روس اللي اسلقهم، لقيتهم بالفريزر طالعتهم. هلا انضاف هنن السجقات كليين، بس لطالع نطبخهم. طالعتهم وعم بغسلهم، طبعا انضاف هنن. هلا بهالطريقة بنغسلهم، انا غسلتهم حاططهم بالفريزر. طبعا كليين سجقة، شايفين شلون بنفتح الحنفية عليهم هيك؟ بهالطريقة بينضف السجق. حطوها بالحنفية بتغسلون مني بهالطريقة. طبعا انا غاسلتهم وحاطط اللون يعني ليمون، وفاركتهم مني نظفتهم وحاططهم بالفريزر. طبعا هلا طالعتهم قلت لأطبخهم. طبعا كيلو رز نعته طبعا هم بغسله منيح، وكيلو لحمة، ومعلقة هيل صغيرة، ومعلقة فلفل، ومعلقة كبيرة ملح، ومعلقتين سمنة بنحط لها التتبيلة. طبعا كل العيارات انا بحطهم صندوق الوصف. طبعا معلقة كبيرة ملح، ومعلقة فلفل صغيرة، ومعلقة هيل ناعمة، وهلا معلقتين سمنة. طبعا السمنة بتفلفل الرز فلفلة ما احلى بطلع، كل رز برزتها. ان اللحمة هبرع الحل ما فيها دهنة. هلا نبلش نحشي. شايفين شلون بنحشيها بهالطريقة؟ فوتها ما هيك عشان تنقلب قلب.
انا هيك ممسدها عشان تطلع مظبوطة، يعني شايفين شلون بنعملها بهالطريقة. هي صعي أكلة شتوية طبعا، بس أكلة طيبة بالشتا بتنطبخ، هي هاي فيها تعب شوي بالشغل بس أكلة طيبة وقليلة اللي بيطبخوها لأنه بتاكل شغل. شايفين ان رفيعة كتير بتحشوها بهالطريقة، معلقة محفارة الكوسة. شايفة شلون قلبت دغري، تعبت، نرجع نرد بنعملها هيك بهالطريقة. هلا طبعا حطيت الطحين تقريبا شي يعني بنحط لها شوية طحين وبنفركها عشان تطلع ابدا ما بتطلع نظيفة هيك اكتر، شي معلقتين ثلاثة طحين وفركوها وافتحوا بقى هلا المي عليها. ورد بنرجع نغسلهم مرة تانية، نحط لهم معلقة ملح لو بنفركهم كمان. هلا
حط القدر بالطنجرة لترين مي ومعلقة ملح كبيرة، ورق غار، ليمون، بصلة، قرنفل، وحبي هيل، شي 7 حبات هيل و7 حبات قرنفل وفلفل وملح. هاي المرقة تبعها، شايفين؟ قدر لترين مي حطينا، ولا منحط حبة 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 عشان ما يتخبصوا، ما يشربكوا مع بعضهم، شايفين؟ بهالطريقة قطعة قطعة. بهالطريقة لا بطلع زناخة ولا شي ولا اشي. حطيتهم طنجرة الضغط الكهربائية، عيارها 50 دقيقة. هاي ما شاء الله، بعد 50 دقيقة شوفوا شلون منظر السبيت، ما احلاها ما شاء الله. طبعا عندي انا 3 روس مسلخين ونضاف، خسلتهم منيح وسلقتهم وكبيت ميتهم، وهلا رديت حطيت لهم مي سخنه. شايفين شلون؟ لا زفره ولا شيء طلعت لهم ما شاء الله، لانه كبيت اول وجبه المي، وديت حطيت مي سخنه، حطيت لهم مي سخنه. وهلا بدي احط لهم البهارات تبعتها، طبعا هون في بهارات بقلبها، هلا بكتب لكم على صندوق الوصف. شرايح ليمون 2، ورق غار طبعا، وبصلي انا بحط لها كمان عشان يعني تعطيها نكهه طيبه للمراه. هي بصلي، وهلا ملح بلح حط لهم لاخر شيء، ورشه فلفل صغيره، معلقه صغيره فلفل كمان. انا حاطه فلفل حب طبعا بقلب البهارات وقرنفل هيك. هلا بدي سكر الطنجره واتركها تقريبا ساعة. ما شاء الله شايفين راح نيفة، ما شاء الله عليه، تفرجوا عليه، بعد ساعة راح نيفة. لسه والراس بدي اعمل هلا سلطة راس طيبة. ما شاء الله عم حمص شوية لوز للفتة السجقان، حاجته فتة السجقات. هاي لبان وطحينة وتوم بس وخبز، شايفين منظرهم أحلى ما شاء الله. وهلا بدي أعمل سلطة الراس. الفتة السجقات جاهزة، حطينا لبن وثوم وطحينة ونص ليمونة عصرناها وجاهزة صارت. وهلا بدي اعمل سلطة الراس، طبعا بحط ملح وفلفل، هي على البارد طبعا. وهلا بدي احط شوية بصل، ولو في بصل اخضر اطيب، بس ما عندي بصل اخضر، بيمشي حاله بصل. بدي احط له طبعا ليمون، ولو طيب الليمون هلا بدي احط بندورة مع شوية بقدونس، بدي اخلطهم شوية كمان. طيبة هاي كتير السلطة الراس. وهلا بدي احط البندورة طبعا، الطريقة. وهلا بدي زينها، طبعا طبعا بدي احط الليمون عليها بهالطريقة. هي طيب الليمون معها كتير،
الطريقة هاي جاهزة سلطة السلطة تبعنا منظمة وشهي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، هاي فتت السجقات وهي سلطة الراس وهي مرقة السجقات وهي السجقات أحلاهم منظرهم شهم سهل الأكلة وطيبة صعية. هي مو سهلة سهلة، يعني اللي بيحب يساويها يسويها، أكلة طيبة ولذيذة، أكلة شتوية طبعا، هاي الأكلات الشتوية عنا. ما شاء الله تبارك الله، شوفوها منظرها بشحي. لا تنسونا باللايك والاشتراك ودعم القناة، يعطيكم الصحة والعافية، وبالعافية علينا وعليكم، تفضلوا.